اليوم وبتاريخ 21/2/2022 نقوم نحن في مؤسسة أورينت للأعمال الإنسانية وبالتعاون مع منظمة تحالف الأديان بتأمين أدوية جديدة لمرضى التصلب الويحي المتعدد. وصلت هذه الأدوية لمستودعات أورينت الإنسانية في مدينة إدلب. زمر دوائية جديدة من الأدوية السرطانية تم تأمينها بكميات كبيرة، وخاصة لمرضى أورام الرئتين والثدي والجهاز الهضمي، وأيضا أدوية جديدة عصبية وقلبية وهرمونية وهضمية، وكميات كبيرة من أدوية الكلى، وأهمها دواء السلسبت ومثبطات مناعية نوعية. وستقوم الكوادر المؤسسة في الداخل بتوزيع تلك الكميات من الأدوية المجانية خلال أيام قليلة، وإيصال كافة الزمر الدوائية للمراكز الصحية المختصة. وتستمر أورينت للأعمال الإنسانية بسياسة رفض المناطق المحررة بأكبر كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية إن شاء الله.